موجود الآن في صحن الكعبة لأداء العمرة عن المرحوم الحاج أبو وسيم رضا أحمد الحاج موسى من عين إبراهيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان مسيئا فزد في حسناته وإن كان مسيئا اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه وخطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كن له من بعد الأحباب حبيبا واجعل يا الله قبره نورا وطيبا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقه بالميزان حسناته وثبته عند الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم أدخل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم أدخله الجنة من دون حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. اللهم آمين.